السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سأتكلم لكم عن 5 طرق للحصول على الجرين كارد في الولايات المتحدة الأمريكية. أولا، يجب التفريق بين الفيزا والجرين كارد، فهما ليسا نفس الشيء. فالفيزا تمنحك الدخول إلى أمريكا، والجرين كارد تمنحك العيش في أمريكا. فلنبدأ أولا بطريقة الحصول على الجرين كارد. أول نوع وهو الأسهل، نوع Diversity Visa Lottery، وهو برنامج القرعة العشوائية كما تعرفون، الذي توفره السلطات الأمريكية كل عام. سأترك لكم رابط كل نوع من الجرين كارد أسفل هذا الفيديو إذا أردتم تمعن أكثر في الموقع. النوع الثاني وهو لم الشمل، ويحدث ذلك إما عن الزواج بأمريكية أو أن أحد الوالدين ذي الجنسية الأمريكية لديه ابن أو ابنة في بلد آخر. كما يمكن لحامل الجنسية الأمريكية أن يقوم بلم الشمل لأبنائه المتزوجين وأحفاده وزوجات أبنائه، وفي هذه الحالة تكون مدة الانتظار للحصول على الفيزا 8 سنوات. كما يمكن طلب لم الشمل الإخوة منهم الذكور والإناث وأزواجهم وأبنائهم دون السن 21 سنة، وفي هذه الحالة قد تمتد مدة الانتظار للحصول على الفيزا 11 سنة. طلب لم الشمل تيستغرق واحد الوقت، هذا غير بين قوسين يعني التوضيح، طلب لم الشمل تيستغرق واحد الوقت كبير الا بغيتي تطلب طلب لم الشمل للاخوه، يعني الا بغيتي تجيب الاخوه ديالك، كانت عندك جرين كارد او كانت عندك جنسيه امريكيه وبغيتي تجيب الاخوه ديالك هنايا ودفعتي لهم طلب لم الشمل، يعني تيستغرق واحد المده طويله، تقدر تستغرق حتى 11 سنه 12 سنه على حسب الولايات وعلى حسب عدد التواصل اللي عندهم والناس اللي دافعين قبل منك. ماشي بحال مثلا شي واحد بغى يجيب يعني الزوجه ديالو عنده، او شي وحده بغات تجيب الزوج ديالها عندها، او بغات تجيب الابن ديالها او الابنه ديالها في هذه الفتره، او الوالدين ديالها في هذه الفتره، يعني تتكون مده قصيره تعطيو الاسبقيه. اما الا بغيتي تدفع للاخوه ديالك باش يجيو يعيشوا معاك في امريكا هنايا، يعني تتستغرق واحد المده طويله يعني، وبطبيعه الحال بشروط، ويا ترى يوافقوا لك ولا ما يوافقوش لك. يعني في هذه الحاله غنقدر نعمل لكم فيديو ونوضح لكم فيه يعني كل شيء على هذه القضيه ديال لم الشمل. النوع الثالث وهو من خلال اللجوء، وبطبيعه الحال لديه شروط وعنده حيثيات. ساترك لكم رابط هذا الموقع اسفل الفيديو لحبيت الاطلاع اكثر عن طريقة اللجوء إلى الولايات المتحدة الأمريكية. النوع الرابع وهو عن طريقة العمل. النوع الرابع وهو عن طريقة العمل، ولكن في البداية أريد أن أوضح، يقال للفيزا H1B التي تسمح لك بالدخول للولايات المتحدة الأمريكية بغرض العمل. النوع الخامس وهو عن طريق الاستثمار، إذا كان لديك 500,000 دولار أو 1,000,000 دولار واستثمارك يقوم بتشغيل على الأقل 10 أشخاص، يمكنك طلب الجرين كارد وتأخذ منك حوالي 25 شهر للحصول عليها. وفي الأخير أكون قد قدمت لكم 5 أنواع للجرين كارد في أمريكا. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس مع لايك وتعليق على محتوى الفيديو ليصلكم كل ما هو جديد في قناتي، وشكرا. أراكم في فيديو جديد عما قريب إن شاء الله.